طبعا عندنا المأتم، واحد يجي في بيتهم يعقد مجلس تعزية، نقدر نقول أن فلانا أقام شنو؟ مأتم. أما بالنسبة إلى الحسينية فالمقصود بها شنو؟ المبنى وما يتعلق به من مرافق من كذا من أمور. فأكو فرق بين الحسينية وبين المأتم. لكن الملاحظة الآن في أوساطنا الاجتماعية اليوم دائما مأتم آل فلان، مأتم كذا، فنقول أن اللي هو أصح في هاي الأمور هو أن نسميه حسينية. أكو حسينيات موقوفة وأكو حسينيات غير موقوفة. الحسينيات الموقوفة أيضا عندنا موقوفة وقفا خاص، وأكو عندنا وقف يسمونه وقف عام. حسينية موقوفة وقفا عاما، شو؟ طبعا أكو عندنا وقف خاص ل شيء معين، موقوفة لهي الحسينية، موقوفة للتعزية فقط. نقول إذا كانت هي موقوفة للتعزية ما نقدر نقيم فيها حتى شنو؟ مياليد أو أعراء أو أي شيء. تارة يكون لا، وقف عام. شلون وقف عام؟ وقف عام لكل ما فيه لله رضا وللناس فيه صلاح. يعني لما يجي يقول لي أنا هذا واقفنها وقفا خاصا لشنو؟ قال والله أنا واقفنها وقف خاص لإقامة تعزية أبي عبد الله الحسين. زي إحنا بنصلي، يقول لا مو موقوفة عليكم، أنت هذه موقوفة على التعزية. نريد نقيم عرس فيها زواج، يقول لا هذه ما يشملها. غير الموقوفة قد يكون ملك لفرد واحد في بيته عنده مجلس كبير، قال أنا بسوي شنو؟ حسيني أنا بس أقيم فيه مأتم. خب أنت تقيم فيه مأتم، بس هذا ما يمكن أن يصدق عليه أنه موقوف. ملك لعائلة، عائلة آل فلان تبى تسوي لها عندهم مجلس كذا ديوانية، قالوا يلا خلنا نقيم فيه التعزية. الوقف عند الفقهاء هو عبارة عن حبس الشيء وتسبيل منفعته، حبس الشيء وتسبيل منفعته. هذا وقف هذه الحسينية، هذه الأرض لتكون حسينية خلاص. عقب 10 دقائق جاء الدكتور عبد علي قال لي أنت وقفتها حسينية وخليتها بس كذا، ليش ما تسويها مركز إسلامي؟ يقدر؟ ما يقدر. يقول زين ليش ما تسويها مسجد؟ يقول والله فكرة زينة، أنا أخليها هم مسجد هم حسينية هم مركز إسلامي هم كذا. يقول له هذا كله قبل شنو؟ قبل ما توقف. أما بعد الوقف بعد شنو؟ ما يجي هذا المعنى. ولهذا يقولون الوقف هو عبارة عن حبس الشيء وتسبيل منفعته لهذا الأمر. زين، بعد الوقف يجي مثلا أبو إبراهيم يقول زين الحين أنا وقفت بس أنا بوهبه إلى الآن أولادي، شفت مصلحة إن أولادي أولى، عائلتي كذا أولى، يصير؟ لا الآن جاءنا واحد من الأساتذة من الإخوة الكرام قال لا أنا بروح الحين ببيع هاي الأرض وباخذ مكان شنو أفضل منه وأحسن منه، يصير؟ نقول له الوقف خلاص هو حبس الشيء وتسبيل منفعته، هذا هو. ولهذا لا يمكن أن تباع هذه لا يمكن أن تباع هذه الأرض، لا يمكن أن توهب، لا يمكن أن تؤرث، لا يمكن أن تنقل بأي ناقل شرعي.
طبعا احنا قلنا بنتكلم كله عن الحسينيات شنو الموقوفة حاليا ليها ولي شرعي، وتارى اكو عندنا حسينية ليس لها ولي شرعي. شلون الولي؟ اولا الولي من اللي يحدده؟ من اللي يعينه؟ وشنو شروطه؟ وش مهامه؟ ملتفتين وياي؟ الان اجينا واقف الى نقول مثلا هاي الحسينية، الواقف قال وقفت هذه الحسينية وجعلت الولاية الشرعية لي ومن بعدي لفلان ومن بعدي لفلان ومن بعدي للصالح من الذرية مثلا، هذا نقول عين شنو؟ عين ولي. تارة يقول لا بس وقفت هذه الأرض لتكون حسينية واستوت حسينية بعدها، من الولي؟ ها؟ لا مو أي واحد يا أخوك، ها؟ لا والانتخابات يا أحبائي ما تجيب لنا بعد ولي، ها؟ الأوقاف بعد أول خلها تصير عندها ولاية علشان تخلي ولي، ها؟ أحسنتم. لازم في هالصورة نروح إلى مين؟ إلى الفقيه أو وكيله، نقول له والله عندنا الحسينية الفلانية هذه موقوفة ومساحة كذا، ولكن هاي نص الوقفية وما فيها ذكر إلى ولي، أو هو عين ولي ولكن هالولي الله يرحمه مات، ويش نسوي؟ يعني إذا مات هذا الولي ترى مقفل ما يصير لك تدخل، ما عليها ولي ما يصير لك انك تدخل الحسينية وتتصرف في اوقافها وتتصرف في امورها الا لما يجعل واحد يجعل الفقيه عليها ولي شرعي. الولي ولي الوقف هو الذي شوفوا هو الذي يتولى الوقف واوامر التصرف فيه، هذا هو تعريف الولي الشرعي. إنزين شنو شروطه؟ أولا أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، أن يكون موثوقا به في العمل على وفق ما يقتضيه الواقف، أن يكون بالغا. أفرض أن هذا الواقف قال وقد جعلت الولاية لنفسي ومن بعدي إلى ولدي ومن بعدي إلى إنزين. الآن ولده هو مات، انتهت ولايته ولا الولد اللي بيجي عندك اللي بيجي عقبه شنو؟ غير بالغ، يصير؟ نقول له لا ما يصير. زين وش نسوي الحين؟ نقول له لا، الان الامر يرجع الى الفقيه يرتب وضعيته، يخلي واحد الى ان هذا يكون يبلغ ويصير تتوفر في هاي الشروط البقيه، ان يكون عاقلا، ان يكون غير سفيه، أن يكون غير سفيه، وهذه خلوا تحتها خطين، أن يكون غير سفيه. إذا صار هذا الولي سفيه هذا ما يرتكب كم إثم؟ هذا مو بس إثم بنفسه، هذا إثم أموال الحسينية رايح يضيعها. السفيه هذا الذي ما يحسن التصرفات، الذي هو يفرط في الفلوس بغير هذا بغير وجهها، يصير يضعها في غير مواضعها وهكذا. الان احنا عندنا نفترض انتم 5-6 تبنيتون فكرة انشاء مركز اسلامي الدير، يعني الدير انت اي بس في ناس لا في ناس هم المتصدين هم المتصدين زين، انتم 5-6 متصدين لهاي اللي. انا الحين لما اتبرع اوكلك في شنو؟ في التصرف. فلان لما يتبرع يوكلك، فاذا انت صرت وكيل شنو؟ وكيل المجموعة، وهذا وكيل المجموعة، وهذا وكيل المجموعة، فهي المجموعة اللي هم كوكلاء عن اهل القرية كامل هم يقوموا باجراء صيغة الوقفية وأيضا شنو؟ بجعل الولي. هني عاد لازم احنا قبل لا نجمع لازم نلفت هذول المتبرعين احنا بنتبرعون لويش؟ التفت؟
انما مثلا قلنا بس بنسوي ماتم، لا بس احنا ما بنسويها بس ماتم، احنا بنخليه بحيث هذا الماتم يكون منفعة عامة لكل وجوه البر والإحسان، خليه يكون ملتفت هذا المتبرع، وبعدين أنت تجري الصيغة أو أنك توكل ثلاثتكم خمستكم اللي كنتم كوكلاء توكلون واحد بأن يجري الصيغة وانتهى الموضوع، وجعل الولي بعد الاتفاق على ذلك. أنا عجزت الآن شيبت وما أقدر، زين أنا الحين بفوض أخوي، بفوض ولد عمي، بفوض تعال يا أخي، هل يجوز؟ ولهذا هني السؤال هنا، هل يجوز للمتولي على الحسينية يفوض توليته لغيره؟ يقولون لا، ليس للمتولي ذلك. وهذا حصلت عندنا مشاكل كثيرة، الناس واجد يقول زي مو تقولون إن أنا عاجز، خلاص أنا أكو جعلت أخوي، جعلت فلان نسيبي، نقول له هذا ما يلك، أنت في حين التولية ما كنت وليا في أن تجعل ولي، لكن يقدر يسوي طريقة ثانية أنه يوكل. يجوز للمتولي تفويض التولية إلى غيره إذا جعل الواقف أو الفقيه، يعني مثلا حين لو جينا جاء الفقيه أو وكيله وقال أنا جعلت فلانا من الناس وليا شرعيا على الحسينية وجعلت له أيضا أن يجعل الولاية لمن يراه، يصير له ما يصير؟ هذا ممكن، لكن عندنا أوتار لا، أنا ما بخليه ولي، أنا الحين رجال ما أقدر أروح وأجي وأدير أمور كذا، لكن أنا بخليه كوكيل يتصرف، أنا بوكله، أنت ترى يا فلان مسؤول الصيانة. وش معناته لما نقول له مسؤول الصيانة؟ يعني وكله بأن أنت صين الأرض. لما يجي يقول له أنت مسؤول التغذية، وعطاه ما شاء الله من الأسماء وكذي، انت مسؤول، فهذا كل واحد منهم وش سوى؟ يعني وكل كذا شخص بس هو الولاية إليه، بعض الأمور ما تمشي إلا بتوقيع. أكو بعض الأشخاص أثناء ما يكون متولي يبغى يعمل على مزاجه، اختلف ويا واحد من القرية قال هذا ما يطب الماتم، وإذا يطب حالشرجولة أو على اصطلاح أهل الإدراز أحش ريوله، ما أدري طول ما زين، فنقول له يا أخوان هذا ما يصير، هذا مو من حقك، إذا أنا من صلاح من إن هذا أصلا موقوف على المؤمنين أو على أهل القرية وأنا واحد منهم، أنت تقول هي أنا المتولي، نقول له لا ما يلك هاي الصلاحية لا في حياتك، وبعضهم يقول لا أنا واصي، يجونا بعض الأشخاص يقول أبوي واصي بصفته المتولي، واصي إن فلان ما يطب الماتم، ما إله ولا يخلون فاتحة فلان في الماتم بعد، نقول لا يجوز. عندنا كثير من الأشخاص يجي يقول إحنا عندنا حسينية هدمناها، الحين نبغى نبني الدور الثاني شقق مثلا، يصير لو ما يصير؟ وايش هذا السؤال؟ شوفوا طبعا حتى لو تدخل للماتم يا اخو، شوف اكو عندنا الحسينيات، هذا البناء فوق الحسينية، تارة تكون الحسينية قائمة بالفعل وتارة حسينية مستحدثة. كمثال الآن لو فرضنا إن إحنا لما جينا بنينا الجمعية الحسينية وش سوينا؟ قلنا والله الدور الأرضي هذا بنخليه حسينية، بنسوي فيها سرداب بنخليه صالة تعليمية، بعد بنخلي الدور الثاني شقق للأجار، يصير له ما يصير؟ لأن إحنا وقت لما جينا ننشئ الحسينية كنا مرتبين على هذا، فإحنا قبل لا نوقفها كان هذا الموضوع قائم، فهني ما في إشكال.
لأنها حسينية مستحدثة. زين، تارة لا، حسينية كانت قبل 200 سنة، والآن جينا قلنا هدمناها، قلنا ليش نخليها كذي؟ بنسوي فوق بعد لها شقق وعلشان إذر عليها، نقول لا لا هني ما يصير. زين، بسوي فوق توسعة حق المسلم على أن عندنا ضيق، وبسوي تحت سرداب للنساء، يصير لو ما يصير؟ يصير، لأن هذا داخل في نطاق، لأن نقول أن هذا الوقت من تخوم الأرض إلى عنان السماء، فهذا كله في نفس موضوع الحسينية. فلهذا لاحظوا، حسينية قائمة بالفعل، البناء يكون للتوسعة فهذا يجوز، بناء للاستثمار هذا شنو قلنا؟ ما يجوز. الحسينية المستحدثة إذا كان بناء للتوسعة يجوز، بناء للاستثمار أيضا يجوز، لأن هذا إحنا في نفس الوقت كنا جايين تونا بنسوي وسويناها هالشكل، يصير. يعني الآن لو قلنا هاي الحسينية هذه موقوفة لكل ما فيه للخير، ما لكل وجوه الخير والبر والإحسان، ولكل ما فيه لله رضا وللناس فيه صلاح. زين، جيت يعني تشمل اللي بيتزوج، وتشمل اللي بيقرأ فاتحة، وتشمل اللي بيسوي وليمة، عدل؟ لأنها عامة. الآن أنا أردت وش أسوي؟ أريد أتزوج فيها، أسوي حفلة زواجي فيها، وبعد لحد يسمع ما بتتزوج، رفعنا الراية البيضة. زين، لا، الآن نفترض أن أنا بتزوج فيها، بأسوي حفلة في هذه الحسينية. قالوا إيه، لازم تدفع 100 دينار. تعال، ليش تأخذوا علي 100 دينار؟ لأنك بتستخدم الحسينية. زين، الحسينية موقوفة علي، الوقف يشملني، الوقف يشملني، ليش تأخذوا علي؟ قالوا لا، هذا كل الوجه. هذا بعض الحسينيات، إذا نساء نأخذ عليهم هالقد، وإذا رجال هالقد، واستمارة ما استبانة، وش كبرها، وش عرضها، فيها تفاصيل وشي. ليش هذه؟ يا جماعة خلوهم يتزوجون في هالأماكن، ولا تأخذوا عليهم فلس، ما يجوز أصلا. انزين، واحد بيتبرع، كيف تالي يتبرع؟ انزين، جلن ما واحد أبوه متوفى، قاموا الفاتحة في هاي الحسينية، تعال بعد لازم يدفع. بيدفع من نفسه، الله يجازيه خير، بعنوان تبرع. الأدوات الموقوفة، يعني أفرض البروجيكتر، جو واحد قال أنا بستأجره، عندنا فعالية برا المأتم بنستأجره، زين هذا موقوف للمأتم، يجوز لو ما يجوز؟ تارة هذيلا أصلا ماخدينه لأجل شنو؟ يأجرونه ويستفيدون منه إلى الحسينية. نقول هذا ما شاملنا، هذا ما، لكن لما لا، هذا موقوف للحسينية، ما نقدر نتصرف فيه خارج الحسينية. لاحظوا هنا، شوفوا، إذا كانت الأمور المذكورة وقفا للانتفاع بها في تلك الحسينية، لا يجوز إخراجها أو الانتفاع بها خارجها. الآن مثلا بعض الكتب، إن كان شفتوه قديما موجود كتب وقف لما تم آل مرهون. انزين، أقدر أوديه الجمعية، أوديه ما تم آل كذا، ما تم آل كذا، ما يصير. من الأخطاء الشائعة بين الحسينيات، ما أدري، يمكن أهالي النويرات ما يسوونها، بعض الأخطاء، يجي واحد يستأجر له خطيب، نفترض استأجر الخطيب بأن بيدفع له كم؟ 200 دينار. عقب ما خلص الخطيب شال إلى بعد 50 دينار وعطاها إياه، يجوز؟ ها؟
إكرامية. خب هذا الإكرامية تكرمه من جيبك، مو تكرمه من الوقف. هذا إذا موجود عقد. التفتوا، ترى أنت يجيك الخطيب ما متفق وياه ولا شيء، جيت أجرة المثل موجودة، وأجرة المثل مثلا نفترض ب1500 دينار. خب أنت أعطيته أجرة المثل ما زيت له شيء، لكن لما لا أنا متفق وياه تقرأ عندي 10 محرم وأدفع لك مثلا 1500 دينار، جيت عقب وشلت إله من ميزانية اللي هي المأتم وعطيته 100 دينار، قلت هذه كرامية إليه، نقول هاي 100 دينار ادفعها من جيبك. حتى الجميع، الجميع مو من فلوسهم. أنا فارض الموضوع إن هذا المأتم إليه وقف، إذا تبرع من عندك ماكو مشكلة، تبرع أشخاص مثلا مجموعة قالوا إيه كرموه اعطوهم هذا يستاهل، هذاك من عندهم يتبرعوا كل واحد دفع له، حتى لو يدفع له بعد 1000 دينار زايد ماكو مشكلة. أيضا من الأخطاء الشائعة أن يبذل المال الكثير للطعام أكثر من عدد الحضور بنحو متكرر، وهذا يستلزم منا شنو؟ الإسراف في الصرف. هذا أيضا من الأخطاء المتفشية في كثير من كثير من إدارات بعض الحسينيات، كثير من إدارات، واستغفر الله. عدم الاستفادة من خبرة الآخرين، نشوفه هذا أنه عنده ما قاعد يستفيد، كل يوم جو بدل السماعة، يا أخي روح شوف لك، وأنت ما عندك خبرة جيب لك واحد خبير في السماعات، ولا تقعد كل يوم تجيب سماعة وتخسر الحسينيات.